على هامش اجتماع تعريفي بحزب العدالة والتنمية، وذلك استعدادا للانتخابات المحلية في تركيا. تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أثارت جدلا على مواقع التواصل واستياء منها أو استاء منها العرب. أردوغان أشار في تصريحاته إلى أن تركيا تتشبث بما وصفه بميراث الأجداد في كل مكان، سواء آسيا الوسطى وأعماق أوروبا أو جزيرة سواكن في السودان، لافتا إلى أن الأتراك يهتمون كثيرا بمكة والمدينة المنورة وبقية المدن التي ترمز للحضارة الإسلامية. كما تطرق أردوغان وفقا لما نشرته وكالة الأناضول الرسمية إلى بعض الجهات التي يقول إنها تسعى لعرقلة تركيا في تحقيق أهدافها الكبرى. تصريحات أردوغان دفعت بمغردين إلى إنشاء هاشتاغ خلافة يوك ليعبروا فيه عن رفضهم لتصريحاته وليفندوا فيه أطماع تركيا في الدول العربية. تعليق قد يراه البعض عفويا على فيسبوك، إلا أنه سرعان ما تطور إلى تحقيق فيدرالي. هذا ما أظهره فيديو متداول لرجلي أمن وهما يقفان عند عتبة منزل امرأة بعد ساعات معدودة من تعليقها حول الرئيس دونالد ترامب على فيسبوك، والذي قالت فيه: هل يمكن لأحد أن يطلق النار بين عيني هذا الغبي؟ الفيديو الذي صوره ابن أخت المرأة ظهر فيه الرجلان وهما يستجوبان المرأة. What's your date of birth? None of your concern. If you're here at my door, you already know what it is. What's your name? It's Candace Castillo, the same name you asked for. Is this mandatory? Do I need to speak to you? Am I under arrest? Are you charging me with anything? Anything? Not at this point, no. So then what is your concern? Why are you here? I'm here to ask you about the statements you made online. Oh, so what you're saying is I don't have a freedom of speech. I can't say what I want to. Ma'am? Is that the concern? Would you like to answer my questions or not? Are you going to sit here and create something? Well, can you answer my question? No, I'm here to ask you questions. No, sir. And if you don't mind just writing your name and your badge, I'll contact your office. And once I have legal representation, then we can sit down and sort it out. كندا الوهم هاشتاغ متفاعل في السعودية وبعض دول الخليج، وفيه كشف مغردون ما وصفوه بازدواجية كندا تجاه حقوق أو قضايا حقوق الإنسان وتحديدا منح اللجوء. أما طريقة التفاعل فجاءت بنشر قصص لطالبي لجوء من كندا فشلوا في الحصول على هذا الحق الإنساني، واعتبر كثيرون ما حدث مع السعودية الهاربة من أسرتها رهف تصرفا له أهداف سياسية، مستندين إلى قصة لليمنية ندى التي دخلت كندا منذ عامين باحثة عن اللجوء، إلا أن مطالباتها لم تجد أي صدى. متابعة. أنا إنسانة قادرة على العمل، فقط يمنحوني العمل، يمنحوني وقت، يعطوني فرصة، يثبت، أبغى أثبت للعالم أنه أنا ندى قادرة، أبغى أدرس، أبغى تنحل أوراقي بأسرع وقت. لو أن هنا فيه حقوق إنسان كان راعوني وشافوا إلى قضيتي ونظروا إلى موضوعي، لكن ما أعرف إيش المواضيع اللي هنا، ما أعرف ليش ما حد يسمعنا. محامين ورحنا البرلمان ورحنا وسائل ورحوا وانتشرت صورنا غصب عنا، طرقت كل الأبواب، إيميلات وأرسلت ناس وقابلت، كل الأبواب طرقتها في أني تنحل قضيتي. أنا إنسانة مناضلة، أبغى أعيش عشان أستقر، عشان أدرس، عشان أجيب أهلي هنا، أبغى أمي قريبة مني، ما حد يبغى يبعد عن أمه. أنا ما شفت أمي من 3 سنوات، من كان عمري 9.